سلطانة. وئام. الحمد لله أنك بخير يا سلطانة. شوفي شو هالضجة؟ الجواري يا سلطانة، جواري الأسر عاملين برا احتجاج. ليش ما عرفت؟ والله ما فهمت، أول ما شفتهم المجتمعين إجيت لهون دغري، صدقيني أنا خفت عليك منهم. بدي أطلع لعندهم. سلطانة أنا برأيي بلا ما تطلعي. وليش لا؟ أسمع، أوعك تتحركي وتتركي الأولاد لحالهم، وبس نطلع اقفلي الباب ورانا. امشي. وبعدين معكم يا بنات. خلاص يا بنات، بدي اياكم توقفوا فورا، ما بدي اي صوت. امام يردوا علي. لك خلاص وقفوا بقى، وقفوا، مش شايفين السلطانة؟ ليش هيك عملتي فيها؟ ليش يا سلطانة؟ ليش منعتي عنا الزيت الراتب؟ قليلة الأدب، أنت كيف بتتجرأي وبتحكي مع السلطانة بهالطريقة؟ ها؟ لحقنا، ما رح نسكت هالمرة. وقفوا تخبيط. المشاكل مو هي طريقة حلة، ولازم تفهموا شغلة، إنه مو أنا اللي منعت عنكم زيادة الرواتب. مو صحيح هذا الكلام، مو مزبوط. إيه؟ هالحكي مو مزبوط. عطونا حقنا، لازم تعطونا حقنا بالكامل. نحن عم نطالبكم بحقوقنا، ما عم نشحد منكم. بس ما بيصير هيك. جاولة ورا. ما بيصير هيك يا بنات، ما بيصير هيك. جاولة ورا. خلاص وقفوا يا بنات، استنوا شوي. ما بيصير هيك يا بنات، ما بيصير هيك. أكيد هي لعبة من السلطانة، بدها تخلي كل الناس يلي هون يكرهوني. والظاهر كمان إنها حابكتها منيحة يا سلطانة. هلأ عرفت ليش غيرت معاملتها فجأة. لهيك بدك تروح تشوف لي حل هالورطة. شو نعمل سلطانة؟ لازم تعرفوا كلياتكن إنه السلطانة بتفكر فيكن. تعالي انتي. والسلطانة ما بتقبل أبداً إنه يتاكل حق أي وحدة منكن. قربي لهون. وزيادة المعاش يلي عم تاخدوها هلأ هي اللي قررت إنها تعطيكن ياهن، ويا ريت تقدروا. احكي لك كلمة حلوة. يلا قربي. يلا. الله يطول عمرك يا سلطانة ويخلي لك الأمراء. آمين. الله يطول بعمرك يا سلطانة. ما بقى بدي اياكم تخافوا، ولو شو ما صار ما بدي اياكم تتنازلوا عن حقكم ابدا. انا على طول رح وقف معكم. الله يخليكي ويطول عمرك يا سلطانة. امين. شكرا كثير يا سلطانة. آمين. الله يخلي لنا اياك يا سلطانة. آمين. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك يا سلطانة ويخلي لك الأمراء يا رب. وئام. الله يطول بعمرك يا سلطانة.